هتشهد بالنسبه لنا تطوير كبير قوي في ترام الرب. احنا عندنا دراستين للترام، اما ان احنا هنعملها بنظام المترو الحضري او هتبقى بنظام المونوري. حتى الان يعني هذا الكلام في مجالات الدراسه، انما هتشهدها مدينه الاسكندريه. مدينه الاسكندريه بتتكلم النهارده في ثلاث محاور رئيسيه: محور قنال المحموديه، ومحور ترام الرمل، ومحور الترابيه. باشمهندس اتكلمنا عن المونوريل، الدراسه يعني هو الدراسه دلوقتي حاجه من اتنين، يا اما هتبقى مترو حضري، والمترو الحضري مفهومه ان احنا بناخد اجزاء بنطلع فيها بكباري، ويعني ممكن نطلع مثلا من جامع ابراهيم بنطلع بكوبري وننزل في الشاطبي، وبعدين ننزل نستفيد من الحته بتاعت كوبري الجامعه كنفق، وبعدين نبدا نطلع تاني وننزل في سيد جابر ونستفيد بالورش، وبعدين نرجع نطلع تاني ونعدي المنطقه بتاعه جاناكليس او شارع عبير، وبعدين نرجع ننزل. الجزء الدراسه دي بتقول ان احنا هنقطع المسافه من فيكتوريا لمحطه الرمل في 30 دقيقه. برضو في اتجاه دلوقتي اتجاه سياسي ان احنا نشوف هل الكلام ده ممكن نستبدله بمونوريل. المونوريل ده عباره عن ان احنا بتبقى كلها فوق، يعني بيتعمل عمود ويتشال عليه الترام فوق كلها، والمونوريل والعربيات بتبقى كلها مرتفعه ويبقى لها طرق نزول بمصاعد او كده بمحطات علويه، ونسيب تحت خالص للشارع يستفيد منه. الاختيار هيبقى ازاي دلوقتي؟ الكلام دلوقتي في وزاره النقل مع هيئه الانفاق. بالنسبه للترام الترام بتاعتنا ديت، الترام الاوكراني دي تذكرتها حاليا ب5 جنيه. بالمقارنه طبعا هي اعلى شويه عشان مميزاتها وامانها والحفاظ عليها. واحنا كنا متخيلين ان احنا مش هيبقى عندنا اقبال، لكن الحقيقه الاقبال زاد جدا عليها في الفتره الاخيره، لدرجه ان احنا الباقه بتاعت النت ما بقتش تكفي الناس، لان هم بقوا يحملوا، فبقت الشركه بتقطع لنا النت. على طريقه مع الشركات ازاي نعمل باقه بحيث انها تستوعب ترام المدينه. برضه ما نسيناهاش واديناها برضه حقها، واحنا بدانا احنا بالمردودات الذاتيه عندنا استطعنا ان احنا نعمل 7 عربيات لترام المدينه، مديناهم من راس التين وديناهم لغايه سان ستيفانو، وسميناهم خط 36، وده ربط الترام الرمل بترام المدينه، بالاضافه الى اننا عملنا قبل كده 4 عربيات اللي هم الكافيه، برضو من العربيات اللي اتطورت اخيرا. برضو عملنا مجموعه عربيات ميزناها لترام المدينه، ويعني تقريبا كوستور ترام المدينه 60% منه دلوقتي اتطور. ومش ناسيين برضه ترام المدينه، يعني حظها في التقنيه، بالاضافه الى اننا يعني ان شاء الله هيبقى في خدمه من القنال المحموديه، ربط بين ترام المدينه والقنال المحموديه بعربيات كهرباء ان شاء الله. هتاخد محورين منفصلين للهيئه، نكتم بيهم من منطقه مدينه العرايس ونوصل بيهم لغايه منطقه سيناء. في اتجاه برضو ان احنا نعمل مصنع لتصنيع الترام مع اي جانب من الجوانب الاجنبيه. احنا طارقين المنصات وبنستنى الشركه الثانيه فيها ان شاء الله ازاي نعمل تصنيع محلي في مصر لعدد 30 وحده ان شاء الله. ده دفعه كويسه قوي. طبعا الهيئه عندها دراسات اخرى كمونوريلات اخرى مع الجوانب الصينيه، منها حاجات مثلا انها تكون بنستفيد من الجزر الصخريه على الكورنيش، وان احنا نعمل حاجه داخل الكورنيش. برضو ده الجانب الصيني بيدرس هذا الكلام، ده وربنا قمر في المستقبل القريب ان شاء الله حاجه كويسه ان شاء الله.